لأن مشاهدينا ومشاهدين قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مباشرة من مدينة خريبكة. كما كتشوفوا الجولة الصباحية والهدوء اللي كيعم المكان جازونا مع نهاية الأسبوع. كما كتشوفوا لا طائرا يطير ولا وحش يسير. مشاهدينا كما تشوفوا صباحكم سعيد بداكين مشاهدينا، صباح خير عليكم، نهاية أسبوع موفقة كنتمناها لكم، نهاركم مبروك. هنا الآن معكم مباشرة في الجولة الصباحية. واحد يقول لنا مشاهدينا من اي مكان كيشعب على كيفاش داير الاجواء. كيفاش داير الاجواء عندكم من اي مدينة؟ كتشوفوا مشاهدينا أجواء هادئة صبيحة شهر اليوم عاصمة الفصفات خريبكة. هذا راجع لعطلة نهاية الأسبوع، كما تشوفوا نهار الحد كتكون كل خدمة على قرايا وكل شيء كيصبح ناعس. الشيء اللي كيخلي الهدوء في المدينة تشوفوا من الآن كنت واجدوا بزنقة مختار السوسي. خريبكة صباحة كالم هاد الصباح هذا،
بالنسبة للأجواء ما كاينش البرد، ما كاينش البرد، كاين الجو شوية، ماشي سخون ماشي بارد، المهم ماشي داك البرد القارس اللي كتعرف المدينة بشكل دائم، خاصة في فصل الشتاء. لكن اللي مهم هو كما كتشوفوا الهدوء ديال المدينة الصباح ديال هاد النهار هذا، خاصة اللي كيكون في الويكاند في نهاية الأسبوع. كيكون الهدوء والسكينة، إذا من هنا مشاهدينا من قلب عاصمة الفوسفات، كما قلت لكم كان معكم مراسلكم وعيسى قناة شوف تي في، نشوفكم مرة الجوي، السلام عليكم.